هتعملي ايه يعني سنوها؟ الحقيقه انا مش عارفه حضرتك ليه اللي عايزني انا اللي بلغها. ما انا لو بلغتها انا هتتعصب عليا ومش هتسمع بقيه كلامي. اللي هو ان لسه في استئناف وان الحكم ده مش اخر الدنيا، بس ان شاء الله نلحق نعمل الاستئناف بسرعه قبل ما عمها ياخد صوره الحكم دي ويرفع بيها قضيه التزوير. طب انا ممكن اكلمها لك وحضرتك اللي تقول لها الكلام ده؟ يا انسه نوها افهمي، انا قصدي يعني وانت قاعده معاها كده في ساعه روقان ممكن تسرسبي لها المعلومه تقولي لها الخبر من غير ما تحس يعني. ويا سلام بقى، يا سلام كمان لو اقنعتيها بالحل الودي، حكيم انا عز الحلول الوديه جدا. وبعدين بعد ما رحت لها المكتب وهددتها نزلت من عندها ورحت القسم عملت محضر لاختها انها كانت عايزه تقتل. يوميا بالليل فوجئت ان ملك جاي للبيت. ايه مش هتقولي اتفضلي؟ واضح يعني انك عرفت انك غلطانه ورجعت نفسك وعرفت انك مش هتقدري تسدي معايا. لا من ناحيه هسد فانا اقدر اسد قدام 10 زيك، بس ليه نخسر بعض طالما قادرين نكسب من بعض؟ نكسب من بعض ازاي يعني؟ اشتري الخمسة مليون بتوعك بخمسة مليون تانيين. بعشر مليون؟ لا فاهمين. فاهمك. قعدت تكلمني عن مستقبلي وانها ممكن تأمنهولي لو حطينا ايدينا في ايدين بعض، وان الحياة صعبة وما ينفعش اعيش فيها الا الاول. غسلت لي دماغي يعني وكتبت لي شيك بمبلغ محترم. طبعا يا فندم انا ما خدتش بالي ان التاريخ اللي مكتوب في الشيك عمره ما هيجي، لانه كان مكتوب 31 فبراير. ضحكت عليا يعني يا فندم ونومتني تنويم مغناطيسي، وبقت بتعاملني زي ما تقول كده على ان اهبل، اي حاجه تقولها لي اعملها يعني، على امل انها تديني ال 10 مليون جنيه اللي وعدتني بيها. وقفت بعربيتي قدام بيت وليد، كان المفروض انها هتكلمه عشان ينزل لها، وأول ما ينزل أقتله. أيوة يا وليد انزل لي، أنا تحت مستنياك. وبعدها بيوم رحت لها الشركة. بليسي ازيك؟ ويلكم. ايه ده انت صاحبنا ولا ايه يا ابني انت؟ ايه لسه دي؟ انا اصحابي بس والقرابين هم اللي يقولوا لي يا لسه، لغاية انت تقول لي يا خالد، استاذ خالد. حاسين هبل ولا ايه؟ حاسس بيبقى. هاي ازيك؟ اهلا. اظن المرة دي بقى انها موجودة وفي بيني وبينها ميعاد. تمام. طب ثواني بس قبل ما تشرب قهوتك اشوفها خلصت تليفونها ولا لا. هو المقابله اللي بيني وبينها اكيد اهم من المكالمه اللي بتتكلمها. روحي هاتي القهوه وتعالي ورا. طيب ماشي اتفضل. لا تعالي 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 تعالي، خدي الشنطه دي، خدي بس الشنطه دي، تروحي بيها لمدير الحسابات. ها قولي له الاستاذ خالد الليسي او خالد بيه الليسي جوه، خليه يحط فيها الفلوس، وبعدين فهميني هعدي وراه بقى. بقى ينقص 100 ينقص 200، حركات الزباله دي مش عليا. ها يلا. أنا مش فاهمة حاجة. مش
لازم تفهمي، كلها ربع ساعة تفهمي، بس بسرعة لأن مبلغ زي ده أنا ما أقدرش أحطه في البيت، يلا عشان حال البنك، يلا. يلا. ملوكة. أدي اللي عملت اللي عليا أهو، أداني لعيب وأزح. برافو. بقول لك إيه، أنا أديت الشنطة لإسماعيل اللي شغالة معاكي بره دي تديها لمدير الحسابات. إيه ده جيسيكا باركر غيرت لون شعرها. مين جيسيكا؟ شنطة إيه؟ شنطة إيه زي إزاي؟ الشنطة؟ لا بقول لك إيه، أنا قايل لك أنا لا بحب الشيكات ولا التحويلات، أنا اديتها الشنطة عشان مدير حسابات يحط لي فيها 10 أرانب، يعني عمال ما أشرب قهوة عشان ألحق البنك. الفلوس اللي أنت هتدفعه مش كده؟ أدفعهم إزاي؟ أدفعهم إيه؟ لا أدفعهم إيه؟ أنت اللي هتدفع، هو مين يدفع لمين؟ أنت تدفع لنا. أدفع لك أنت؟ قولي كده بقى، انا الموضوع برضو يعني فكرتي فيه. ايش واضح ان مريم يعني حكيت لك قد ايه كانت بتتبسط معايا وكده، عايزه تجربي الموضوع. ايش ما عنديش مانع، بس انا المواضيع دي ما بدفعش فيها فلوس. انا اصلا باخد في المواضيع دي فلوس، بس عشان جد يعني ممكن اديكي 5 بواكي، وعشان انت مالك هانم الجرحي ممكن اديك 10 بواكي يعني، ونخلص الموضوع وتبقى البنت واختها. طب اخلص اخلص حيوان. ليه الشتيمه دي؟ انا مش فاهم هو انت في ايه من اول ما دخلت انت مش مدخل فيه. وديني تليفونك. ماله؟ ماله تليفوني؟ فين؟ في جيبي. بص كده على الواتساب اللي انا بعتهولك. ايه بعتلي على الواتساب يعني؟ فيديو كده هتشوفه. ومصعب انا دماغي دي، انا كنت شاكك والله، كنت شاكك من زمان في الموضوع ده. انت بعتلي فيديو على الواتساب. بس بقول لك ايه؟ هنتفرج ازاي هنا على الاثنين على حاجات زي دي؟ وبعدين يدخلوا علينا من بره يقول لك خلي بين ليسي ومالك هانم الجرح بيتفرجوا على فيديوهات ابيعها سوا. انت اتفرج عليه لوحدك، انا حافظاه. اتفرجت على فيديو كتير، عايز تديني خبره. بص على الفيديو اشوف انا بقى، بس انا عندي خبره في مواضيع دي كتير، اتفرج ليه؟ خبره زياده يعني، اشوف حاجات جديده. ايش؟ مالك الجرح الفيديو، اتفرج بقى، اتفرج بقى على الفيديو. ايه رأيك بقى؟ رأي في ايه؟ في نفسك وانت بتقتل يا موز. انت كنت بتصوريني؟ اصلا ما هنش عليا لحظة زي دي تعدي وما صورهاش. تحب بقى ننزلها على يوتيوب ولا نقطعها ترانشات وننزلها على انستجرام؟ ولا اقول لك بلاش حرام، مهونش عليا برضه اني اضيع مستقبلك. على فكره انا محتفظه بالفيديو ده، ولو عايز ممكن اديهولك، بس كله بتمن. مش قلتلك هتدفع؟ ايه هتفضل مزبهل كده كتير؟ يلا يا بابا يلا يا حبيبي، وابقى خد الباب وانت ماشي، ووشك ده ما شوفوش تاني. عارف لو فتحت بقك ولا اتكلمت ولا شفت المنظر ده تاني، الفيديو ده هيروح للنيابة. يعني وش كده اعدام. معرفتش ليه خليتك تقتل وليد؟ بصراحة لا يا فندم. وانت ما سألتهاش؟ لا انا في الوقت ده كان كل المهم بالنسبة لي ان انا اخد الفلوس، فما سألتهاش. جلال؟ عايز ايه سي جلال ده؟ ما هو اصل في خبر مش ولا بد كالعاده شبهه يعني، وصدرني انا عشان اجي اقولهولك. في ايه يا نهى ما تتكلمي؟ خبر ايه ده اللي مش ولا بد؟ عمك، عمو فهمي؟ ماله ده؟ كسب القضيه، واستاذ البشاير ده بيقول ان الموضوع مش هيتحل غير ودي ما بينك وما بينه. يعني أنا طلعت فعلاً مزورة أمدة أبويا؟ مش مهم، بعدين هبقى ألاقي حل للموضوع ده. ما هو أصل في حاجة تانية، بس بخصوص نديم. نديم؟ إيه؟ نديم قعد مع عمك وأنت مسافرة،
المفروض انه كان يعني صلح المشكله دي. مش فاهمه حاجه، مشكله ايه؟ نديم دفع لعمك كل الفلوس اللي كان عايزها منك يا ملك، ومقابل ده انه يسيب القضيه، اما هو ما سابهاش. ده امر ضبط واحضار لملك لطفي الجرح، عايزها تكون قصادي بكره الصبح هنا. امرك فندم. حلوا مشاكلكم بعيد عني، مش كل حاجه تقولوا لي. ماله رامي؟ ايه اتقبض عليه ليه؟ بيشم؟ طيب ابعتي له جلال يشوف المصيبه دي. باي. المشاكل دي انا مش مصدقه. احنا قلنا ايه؟ مش قلنا لما تيجي المشاكل الصغيره نفتكر ايه؟ ايه؟ شي هو علي عوض. مين علي عوض ده؟ اه حبيبي انا مش مركزه من كتر التعب، وبعدين كفايه المشاكل اللي عاملها لي عمي دي. لما هو جالك ما قلتليش ليه؟ ما فيهاش حاجة يا حبيبتي، أنا عايز أحللك المشكلة. لا فيها. فيها إنك ما رضيتش تلمحلي إن هو نصب وقبل منك فلوس. ما كنتش عايز تحرجني. ملك، ما بتسأليش ليه على رنا؟ مين اللي قال؟ ده أنا لسه قافلة معاه. قافلة معاه؟ ده انت ما تستحمليش تعيشي من غيره. طب ويا حبيبي عند حد غريب، مش ده بيت باباها؟ كمان بقيتي بتحب السيجار من امتى؟ مش بيروت. انت بتتكلمي؟ اه انا بتكلم. عارف من امتى؟ من ساعة ما شفتك معاها وانتوا بتتجوزوا. وانا اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى:
واحده جت لي هستيريا تعيط. وفجاه سمعت صوتي. ولأني ما همش حد خبيت صوتي وما قلتش لحد ان انا بتكلم. مين هيفرح لي؟ ولا حد. فين ملك؟ فين ملك؟ قتلتها. قتلتي اختك؟ واحدة نصابة مجرمة صيعوا فيها العبر، بس انت ما تعرفش. قتلتيها ازاي؟ رندي عليها. انا فعلا سافرت بيروت، كلمت طارق يجي لك ويقولك ان انا سافرت، بس انا في الحقيقه رحت لها فرنسا واتفاجئت بيها هناك واستغلت وجود رنا في المستشفى. بعت لها مسج قلت لها مخنوقه عايزه اتكلم. فكرت مركب في السن واتخانقنا، زقتني، زقتها، وقعت في المية، وأنا عارفة إنه ملهاش في الهموم. قعدت تستنجد بيا وتقول لي الحقيني، بس هي ما تستاهلش. سبتها وقعدت أتفرج عليها لغاية ما غرقت. حاجتها قصيت شعري زيها وعملت كل حاجه هي بتعملها، حتى التاتو عملته البرفان بتاعها كل حاجه. ورحت رنا المستشفى، ما شكتش لحظه ان انا امها. ريحتي كانت ريحه امها، هدومي، طريقه كلامي، كل حاجه كانت هي. وخدت باسبور ملك ورجعت هنا، ورجعت علشانك. انا بحبك يا ديم. انت بحبك وانا بحبك. ايه؟ انا عشقتك. عارف يعني ايه عشقتك؟ انا ما اقدرش اعيش من غيرك. من غيرك ممكن أموت. قتلتي حبيبتي عشان بتحبيني؟ ما تقولش حبيبتك، أنا حبيبتك. هي مش حبيبتك، عمرها ما حبيتك، دي كذابة. قتلتي أختك عشان بتحبيني؟ أنت مش أختي، إحنا إخوات في الشبه بس. تركتي بجريمة قتل عشان بتحبيني؟ كل الناس كانت بتحبها أكتر مني طول عمرنا، من احنا وصغيرين. ملك، يا ريتك زي ملك، يا ريتك ربعها حتى. انما انت مستهترة فاشلة. انا مش عارف اقول للناس ايه، اقدمك ليهم اقول لهم ايه؟ اقول لهم بنتي الفاشلة حضرات حتى الثانوية العامة خدتيها ب50% ودخلتك 100 كلية، كل ما تخش كلية تسقطي 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 لحد ما يرفضوكي، وفي الاخر جايبالي ولد تافه صايع فاشل زيك تقولي لي عايز يتجوزني؟ لو سمحت يا بابا ممكن تسمعني؟ انا مش عايز اسمعك تاني نهائي.
بس انا من حقي ادافع عن وجهه نظري. وجهه نظر ايه؟ انت فاكراني ما سالتش عنه؟ بقول لك تافه فاشل زيك. فضل انا عايزه اتطلق من حازم. فكرتي كويس قبل ما تاخدي قرار زي ده؟ اكيد. على اي حال انا واثق فيكي جدا في طريقه تفكيرك وفعالك، ومتاكد ان اي قرار هتاخديه هيبقى صح بنسبه 100%. لكن بس انا ليا طلب واحد. ايه هو؟ فكري كويس في مصير بنتك، لان مش عايزها تتربع بعيد عن بيت ابوها زي ما انت تربيتي بعيد عني. لا طبعا اطمن من الموضوع ده. انا هتفق مع حازم على طريقه حضاريه في الانفصال. اوكي، ويا ريت ما تكونيش قلتي له اي حاجه عن اختك المستهتره دي. قصدك عن الولد اللي عايز يتجوزها ده؟ لا، ولد فاشل صايع شمام، ابوه طرده من بيته وتقولي هتجوزه يعني هتجوزه. انت اكيد عملت زيك يعني حازم مهما اختلفنا معاه، لكن في النهايه استاذ جامعه، راجل محترم. راجل محترم، بس انا مش مبسوطه معاه. دي حياتك وانت حره فيها، وانا واثق فيكي وفي اختياراتك. انت مش زي اختك الفاشل دي. هي الاحسن وهي الاشطر وهي الانجح. لامتى؟ لامتى؟ حتى لما كبرنا كل ده ما تغيرش. انا الخرسه وهي الشاطره، انا الفاشله وهي الناجحه. انا بحبك وهي ما حبتكش. فاهم يعني ايه ما حبتكش؟ كذبت عليك هي ورا كل اللي حصل لك مع رشا. دخلت مكتبه وفتحت الدرج ولقيت موبايلات كتير وفتحتها وشفت صور مراتك مبعوت على رقم تليفونك، وبعديها مسج قلت لك عايز تشوف مراتك في السرير مع واحد، روح على العنوان ده ورسايلها مع وليد وكل مخططاته. صور الليسي وهو بيقتل وليد. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ ارجع لك عشان تصدقني. نديم انا بحبك، انا ممكن اموت من غيرك. انت الانسان الوحيد اللي حبيته في حياتي. مش انت كان نفسك في ولد او بنت يعودوك عن لوجي الله يرحمها؟ جاوب، انا حامل، انا حامل حبيبي، انا حامل في ابننا. افرح، انت محرم علي، انت اخت مراتي. انت مش طبيعيه، انت مجنونه. مش كده، انا مش محرم عليك، انا حبيبتك الحقيقيه. وده ابننا، احنا التلاتة هنعيش هنا في البيت ده. أنا نفسي في السعادة دي يا نديم، ما تحرمنيش منها. أرجوك انسى اللي حصل. لا ده منزل السيدة مالك الجرحي؟ خير يا فندم، مطلوب القبض عليها.
عملت ايه في اللي قلتولي؟ مش عارفة. يعني ايه مش عارفة؟ أصل ايه؟ اتكلمي يا ملك. انا مش ملك. امال انت مين؟ انا مريم اختها التوأم. ثابت في محضر جامع الاستدلالات انك لما سألتي اقريتي انك ملك، ودلوقتي لما فتحنا التحقيق قلت انك ملك. بس في الحقيقة انا مريم مش ملك. طب ليه قلت انك ملك؟ طب بلاش كده، فين ملك؟ مسافرة. مسافرة فين؟ معرفش. ملك، انت مقبوض عليكي في بيت الزوجية وفي وجود زوجك نديم فخري اللي شاهد بانك ملك، فبلاش امور اللف والدوران دي لان مش هتفيدك بحاجة. الله العظيم انا مريم ولا ليا دعوة بالمخدرات ولا لدي ولا قتلت حد ولا اعرف حاجة عن التهم دي. انا مريم. ها يا خالد، هي مريم فعلا ولا ملك؟ ملك مين؟ دي مريم يا فندم، انا كنت متجوزها وانا توه عنها. هي يا فندم ملك جرحي اللي هربتني من امريكا. انا ما اعرفكش ولا عمري شفتك. هو يمكن اكيد بيتكلم عن ملك مش عني. ما اعرفوش. انا متاكد ان هي يا فندم، هي دي ملك جرحي. ملك الجرح. حامل ولا لا؟ كنت فاكرة نفسي حامل. سأوعدك لما نخرج من هنا هنجيب لك بنت زي لوشي. انت بتحب الولاد. خلاص هجيب لك ولد زي القمر شبهك. هتطلع من هنا على حبل المشنقة. ملك هي اللي قتلت مش انا. مين اللي قال كل ده؟ ممكن يبقى تلفيق، انما انت اعترفتي لي انك قتلتيها تبقي مجرمه وتستاهلي الاعدام. انا ما قتلتهاش، هي اللي غرقت. انا مش ذنبي ان هي ما بتعرفش تعوم. وبعدين انا عارفه ملك كويس، وعارفه كويس قوي هي بتفكر ازاي. دي كان ممكن بعد الشر يعني تلك. صدقني يا نديم احنا خلصنا منها. مين اللي قال لك اني كنت عايز اخلص منها؟ ومين اللي صور لك اني كان ممكن احبك في يوم من الايام؟ ليه ما تحبنيش؟ هو انا اقل منها في ايه؟ ولا يعني كان لازم امثل عليك زيها عشان تحبني؟ هي بس شاطرة شوية، عرفت تضحك عليك عشان تتجوزها وتحبها. لعبتها صح يعني. طول عمرها بتحكم عقلها في كل حاجة. لكن أنا كل اللي حلت شوية إحساس. هو قلب ده اللي كل الناس بتكسره وتزعليه. كلامك مش هيهزني ويخليني أقول لهم إنك مريم مش ملك. هتطلع من هنا على حبل المشنقة ومحدش هيصدق كلمة من اللي بتقوليها. لا يصدقوا،
هيعملوا لي تحاليل. لما يعملوا الدي ان ايه هيكتشفوا انه متطابق لانكم توأم. يبقى ما فاضلش غير البصمات. وانا محيت كل بصمات ملك من على اي ورقه رسميه. يفضل بصمتك انت. ليه يا نديم ليه؟ ليه بتعمل معايا كل ده وانا اللي بحبك؟ عشان قتلتيها من غير وجع حق. قتلتي الانسانه الوحيده اللي حبيتها في حياتي.